المرة اللي فاتت أو في المحاضرة اللي فاتت فهمنا يعني إيه هايبريميا، وعرفنا أنواعها اللي هي أكيو اللي هي أرتريال أو فينوس، وعرفنا الفينوس سواء لوكالايزد أو جنراليزد، وكل واحد فيهم كان ممكن تبقى أكيوت أو ممكن تبقى إيه كرونيك. طبعا إحنا هنبدأ نكمل كلامنا تاني بالنسبة للكرونيك جنراليزد باسيف أو فينوس هايبريميا. طب عايز اعرف دلوقتي خلاص في اورجان في جسمنا اتاثر بالموضوع ده، اورجان محبوس في الدم، تتوقع الاورجان ده في حاجه في جروس وفي مايكروسكوبيك. طب لو اتوقع كده جروس بيكتشر بتاع اي اورجان حصل فيه كورونيك فينوس كونجكشن هيبقى شكله عامل ازاي. اورجان يا جماعه محبوس فيه فينوس بلد، يبقى تتوقع الجروس فايندنج بتاعته ايه، جروس بيكتشر اوف اي اورجان اوف اني اورجان افكتد بالسي في سي. اول حاجه اتوقع ان حجمه صغير ولا حجمه كبير، طبعا اكيد حجمه كبير enlarged ماشي. طيب طب فيرم ماشي، دم متراكم فيه محبوس فيه دم بكميات كبيره، وساعات برضو كمان في حاجه بعض خلايا الدم فرقع بيطلع الهيموجلوبين ويعمل حاجه اسمها هيموسيدرين بيخليه ناشف تمام. فيرم لونه ايه؟ فينوس بلاد دارك ريد ان كلر، دارك ريد تمام. تقيل هيفي، اي اورجان لارج فيرم دارك ريد هيفي تمام، مع حاجه سبيسيفيك يعني ايه كل اورجان بقى لي قصه كده. هنتكلم في حاجات مشهوره يعني نتكلم مثلا على الليفر الكدني سبرين لانج حاجات الشهيره تمام. طيب نبدا كده مع بعض، تعال نتكلم عن لانج. لانج فيها كرونيك فينوس كونجشن، اللي تتوقع شكلها عامل ازاي؟ اول حاجه اللارج فيرم دارك ريد هيفي. طب في حاجه خاصه باللانج ممكن نقولها، ايه الحاجه السبيسيفيك اللي خاصه باللانج؟ يعني لو جينا نتفرج على منظر الرئه عامل ازاي، بص منظر عامل ازاي، شوف دول غامق جدا دارك ريد ان ايه ان كلر ماشي. طبعا مش ما تعرف سواء هيفي ولا غيره يعني، بس قصدي يعني شوف اللون بتاعها عامل ازاي اصلا هنا، هيفي ايه دارك ريد ان ايه ان كلر، ادي حاجه. طب ايه الحاجات اللي تخص الرئه بقى هنا؟ بص معايا، اولا بالنسبه لللانج جروس بيكتشر عادي يعني اللارج دو مش عارفه فيرم ودارك ريدن كلر وهيفي، زائد الكات سيرفيس بتاعها لما تيجي تقطعها يعني طبعا في الفيولاي في الرئه وفي هواء موجود فيها وبتاع، بيقول لك ايه الكات سيرفيس لما تيجي تعصره بايدك اون سكويزنج اوزس فروثي بلاد، دم برغاوي يعني دم مراغي كده ماشي. ده بالنسبه للايه وبيسموا المنظر ده كده تصلب الرئه البني براون انديوريشن، عشان المنظر عامل ازاي بيسموه المنظر ده هنا براون انديوريشن اوف لانج. طيب ده بالنسبه للايه للانج. طب ده بالنسبه للجروس بتاع اللانج. طب تتوقع ايه بالمايكروسكوب هنشوف، او ايه المايكروسكوبك فايندنج اللي ممكن نشوفها في الرئه؟ طبعا عشان نفهم المايكروسكوبك فايندنج لازم نشوف كده نفهم مع بعض الرئه كان تركيبها عامل ازاي من جوه، وايه اللي يهمني في تركيبها عشان نفهم المايكروسكوبك فايندنج بتاعتها. بص معايا، النورمال في الرئه ان في عندنا الالفيولاي اهي ماشي، وبعدين في جدران الالفيولاي في الالفيولار كابيلاريز، ادي المنظر بتاعها المنظر ده. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الكابيلاريز ديت محبوس فيها الدم، يبقى في congested الفلور كابيلاريز، ادي واحد الكابيلاريز ديت تبقى تخين تكبر تضخم تمام. ده مظهر حاجه اسمها beaded appearance، عامل زي الخرز كده، عامل زي السبحه كده، شوف المنظر عامل ازاي. طيب وبعدين طبعا لما الضغط عالي جوه الكابيلاريز بتبدا ترشح دم فلويد فين؟ في قلب الالفيولاي، في اكسودات بينك اكسودات فين؟ ترانسودات في قلب مين؟ مش اكسودات عشان مش ده مش انفلاميشن، في بنك ترانسوريت موجوده جوه الايه جوه الالفيولاي، في سوائل اترشحت جوه الالفيولاي من الاحتقان اللي موجود جوه الايه الكابيلاريز، في فلويد موجود هنا. طيب وبعدين بعد الكابيلاريز ربشرت فرقعت ربشر لبعض الكابيلاريز، ضغط عالي جدا جواها، فايه اللي حصل؟ لقينا في ار بي سيز جوه هنا، يبقى في بنك ترانسوريت زائد في ار بي سيز جت منين؟ والله في كابيلاريز ربشرت لما الضغط عالي جدا جواها. طبعا غير كده كمان ان الوول بتاع الفيولاي بقت تخين ماشي، في كابيلاريز منفوخه موجوده فيه،
ماشي. طب دلوقتي دخل الدم جوه الايه، جوه الايه الالفيولاي. طب ايه تاني؟ طب الار بي سي ديت لما بتطلع بره الفيسل بتتكسر، يطلع منها الهيموجلوبين وبتاع، في نقط كده بتتكون هنا، او في الايرن اللي موجود في الهيموجلوبين بيعمل حاجه اسمها هيموسيدرين. طب وبعدين طبعا حاجه غريبه موجوده هنا، فبتبدا تطلع الماكروفاج اللي موجوده في الرئه، وتبدا تعمل ايه انجلف الهيموسيدرين ده، تمام. طب فدلوقتي هلاقي كمان هنا ان في خلايا كده كبيره موجوده جواها ايه هيموسيدرين، اللي هي الماكروفاج، ماكروفاج فيلد ويز هيموسيدرين، دي بيسموها هارت فيلير سيلز. سؤال، هو انا بتكلم عن هارت دلوقتي؟ لا انا بتكلم عن الرئه، بس ايه اللي عمل مشكله في الرئه؟ افتكروا كده معايا، مشكله فين؟ في الهارت. فبيسموا دي ايه؟ هارت فيلير ايه سيلز، الخلايا اللي ظهرت في الرئه لما حصل مشكله فين؟ في الهارت. لما حصل مشكله في الهارت، حصل احتقان في الرئه، والكبله اللي اتنفخت وربشرت وطلع منها دم وطلع هيموسيدرين، والماكروفاج بلعت الهيموسيدرين، ما ظهرتش الخلايا دي غير لما حصل ايه مشكله فين؟ في الهارت. فبيسموها هارت فيلير ايه، هارت فيلير سيلز. يبقى انا هعلق عليها، اول حاجه الالفيولاي الوولز بتاعتها بقت تخينه بيدد، عشان الكابيلاريز عامل زي الخرز يعني، بقت كونجستد، بقى ما اتنفخت بدات ترشح سوائل جوه الالفيولاي، بعضها فرقع، نزل ار بي سيز جوه الالفيولاي، ار بي سيز حصل لها هيموليسيز، طلع منها هيموجلوبين حديد هيموسيدرين، ماشي، كون حاجه ايرن مع تيشو بروتين بيعمل هيموسيدرين، ماشي. الماكروفاج بدات تبلع الهيموسيدرين، هارت فيلير ايه، هارت فيلير سيلز. ده بالنسبه للميكروسكوبيك فايندينج اللي بتحصل فين؟ بتحصل في سي في سي لانج. في الجروس بيكتشر براون انديوريشن، مايكروسكوب بيكتشر افتكر الكلمه دي ان فيها هارت فيلير ايه، هارت فيلير سيلز، وبيدد ايه الفولار، لوجود الايه الكابيلاريز دي. ده بالنسبه لمين؟ لللانج في حالات الكورونيك فينوس ايه كونجيشن، براون انديوريشن اوف لانج. بس خلي بالك كلمه براون انديوريشن دي مش خاصه بالميكروسكوبك، دي خاصه بالجروس، ماشي. ما حدش يقول احنا بنسميها براون انديوريشن عشان بالميكروسكوب بنشوف كذا، لا بلاش هبل. براون انديوريشن دي انديوريشن تصلب فيرم ولونها دارك ريد، يعني دارك ريد تو براون، ماشي. ده حاجه بالجروس مش حاجه بالايه بالميكروسكوبك. اللي بيميز الرئه بالجروس براون انديوريشن، اللي بيميزها الميكروسكوبك هارت فيلير سيلز والبيدد الفولار ايه الفولار وول، نتيجه احتقان في الدم فين؟ في الكابيلاريز. برضه لو ليها صوره كده اتفرج عليها، شو المنظر عامل ازاي. المفروض ان هنا دي جدران الالفيولاي، شوف منفوخه ازاي، تخينه قوي، المفروض تبقى رفيعه جدا. تاني حاجه اليومن نفسه المفروض يبقى فاضي خالص، لا مش فاضي، ده في ايه، في زي سوائل كده موجوده ونقط غريبه كده موجوده كده هنا، ديت ايه، دي حاله من حالات الايه الكرونيك فينوس ايه كونجيشن. طيب نتكلم عن اورجان تاني، ليفر. ليفر سي في سي ليفر، ايه اللي بيحصل فيه؟ جروس ومايكروسكوبك. تعال نشوف كده الاول الجروس، المشكله بتاعته عادي، الليفر اللارجت، ماشي، وبعدين فيرم و هيفي، ماشي. اللون المفروض يبقى دارك ريد، قال لي بص هقول لك حاجه، هو هيبقى دارك ريد وفي حته صفرة، يعني في دارك ريد تو براون وفي مناطق ايه صفرة، يعني بيقول لك ايه الكالر بتاعه، ماشي. في alternating area دارك ريد او ساعات براون وحتت صفرة يلوش. طب ليه اصفر؟ قال لك دارك ريد الاول عشان الكونجيشن، ماشي، اصفر عشان في مناطق يحصل فيها حاجه اسمها فاتي تشينج. يا جماعه لما بيختل السيركوليشن في الليفر، خلايا الكبد بتعاني من ديجنريشن، فاتي ايه ديجنريشن. لو تفتكروا الديجنريشن من ضمن الاسباب بتاعته في هيبقى نقص بلاد سبلاي، او في ديستربنس فين في السيركوليشن، تمام، او في مشكله في الاكسجينيشن. طب ما هو يا جماعه الموضوع اللي هو الكورونيك فينوس كونجيشن ده، خلل في السيركوليشن بيأثر على خلايا الكبد، بعض الخلايا بتعاني منين؟ من فاتي تشينج. فبتلاقي الكبد في حتت لونها بني او دارك ريدن كلر، وحتت لونها ايه مصفر كده، الترنتنج ايه اريا. بيقول لك الكبد يبقى عامل زي النات ميج، فبيسموه نات ميج ليفر. يعني يا فرحتي عامل يكون بقى خلاص بقى كنا عارفين يعني نات ميج ده، نات ميج اللي هي جوزه الطيب. هفرجكم على كده، بصوا معايا اهي، بص معاك المنظر عامل ازاي، ده منظر جوزه الطيب عند اي محل عطاره كده ممكن تجيبها. طبعا دي في جوزه الطيب مطحونه،
مش كلام، وفي اللي هي الايه بتبقى السمره كامله على بعضها. بص بقى عامل ازاي، في حته بني كده وفي حته مصفر كده، بيقول لك الليفر بقى عامل زي كده. طب يعني الليفر ايه يعني الاصفر ده اللي هو في بالنسبه لليفر بقى الفات تشينج، واللون الغامق ده اللي هو الايه الكونجيشن. تعمل فرق كده ايه على ليفر في المنظر ده، طبعا نوت ميج ليفر ده منظر بالعين المجرده، جروس ايه جروس فايندنج. بص معايا اهو، بص الليفر عامل ازاي، ده حته ليفر قاطعين اهو، مش في منظر حتت برضو صفرة على حتت بني شبه ثمره ايه جوز الطيب اللي احنا كنا بنتفرج عليها دي، ماشي. فعشان كده بيسموا الليفر الجروس بيكتشر بتاع الليفر في حالات الكورونيك فينس كونجيشن نوت ميج ايه ليفر. الليفر بقى عامل زي النوت ميج، في حتت بني او دارك ريد وحتت ايه لونها ايه اصفر سيميلر للنوت ميج. يبقى نوت ميج ليفر دي مش حاجه بالميكروسكوبك، دي حاجه بالايه بالجروس، زي اللنج كده لما قلنا براون انديوريشن والهارت فيلير سيلز. براون انديوريشن ده موجود فين في الجروس، والهارت فيلير سيلز دي حاجه موجوده فين في الميكروسكوبك. تعال نتفرج كده برضو على الميكروسكوبك فايندنج بتاعت الليفر في حالات الكورونيك فينس كونجيشن. بص معايا دلوقتي، تعال بص اللوبيول بتاع الليفر عامله ازاي. دلوقتي احنا في عندنا في الليفر في عندنا حاجه اسمها سنترال فين، وبعدين الليفر سيلز متوزعه كده راديتنج من جنب السنترال ايه فينز بالشكل ده. ادي المنظر بتاعها اهو، ادي المنظر بتاعها، وده سنترال فين، ودي الكوردز اوف ليفر سيلز. وبره كده في حاجه اسمها البورتال تراكت، هنا في المنطقه دي البورتال تراكت في حاجه اسمها الهيباتيك ارتريول والبورتال فينيول، وطبعا في الهيباتيك ايه داكتيول او الباي معلش الباي داكتيول. المفروض ان الدم بيجي ازاي، قال لي بيجي من عند البورتال فينيول والهيباتيك ارتريول في اتجاه السنترال فين، يعني اتجاه الدم يا اخوانا ماشي كده بالمنظر ده، رايح في اتجاه مين السنترال فين. هي يعني المشكله اللي عندنا دلوقتي مشكله صرف ولا مشكله حنفيات، قصدي يعني مشكله ارتريز او منبع للدم ولا مصرف الدم. المشكله في مصرف الدم في الفينز، المخرج بتاع الدم نفسه. يعني عندي المفروض الدم يتراكم فين، يتراكم في السنترال فين ده، فايه اللي هيحصل، هيبدا يتراكم الدم في السنترال فين ده فينس بلاد، ماشي. فدلوقتي اول حاجه حصلت ايه، واحد كونجست دايليتد كونجستد سنترال فين، كونجستد سنترال فين الدم محبوس فيه. طب حلو، وبعدين بص بقى هنيجي نقسم الخلايا ثلاث مناطق، منطقه اللي جنب سنترال فين على طول، منطقه اللي في النص دي، والمنطقه اللي جنب الايه الحنفيات النظيفه زي الفل دي. بص معايا دلوقتي المنطقه اللي جنب المجاري الضربه دي كلها اللي جنب سنترال فين هنا كده دي، طبعا الخلايا هنا خلايا حساسه، خلايا فرفوره خالص ما بتستحملش بتموت، فهنا في نيكروزس سنترال نيكروزس زونال يعني سنترال زون حصل فيه ايه نيكروزس، ماتوا ما استحملوش دول. طب الخلايا اللي جنبهم الريحه مضايقاهم ماشي، او كم السيركوليشن هنا مش كويسه نوعا ما، هنا كانت بايظه خالص في النص، فالخلايا اللي في النص بدات تعاني من فات ديجنريشن. اللون الاصفر ماشي، تراكم الدهون داخل الايه الخلايا. طب بعد كده الزون اللي بره خالص سليم، بالبريفرال زون نورمال. يبقى احنا دلوقتي بالنسبه للسنترال او اللوبيول بتاع الليفر في عندك دلوقتي ثلاث مناطق، المنطقه اللي جنب اولا اول حاجه اتعلق عليها ان السنترال فين، ده بيقول الكلمه دي في الاول عشان دي مشكله فينس ايه كونجيشن، يبقى سنترال فين كونجستد ومليان بالايه بالار بي سيز وبالدم. طب بعد كده الخلايا بقى اللي حواليه اللي عند السنترال فين على طول متبهدله ميته، السيركوليشن زي الزفت. بعد كده ميدل زون ده او الانترميديا زون خلايا نوعا ما متضايقه بايظه، السيركوليشن فيها مش كويسه بس مش لدرجه الخلايا اللي كانت عند السنترال ايه زون، ففي فات تشينج في المنطقه دي. الخلايا اللي بره خالص جنب الايه جنب الارترز النظيفه وبتاع والدم اللي جاي كويس نوعا ما، ف نورمال. خلي بالك الموضوع ده في الاول، يعني ايه في الاول، يعني ده في بدايه المرض، بعد كده خلي بالك ان المنطقه الموضوع ده بيستمر، مش هيفضل في المنطقه دي كده بس، لا هيبدا الايه الاحتقان يزيد 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 يزيد، يحصل ماسيف نيكروز في الليفر، يحصل ايه ماسيف ليفر ايه نيكروز. طب ايه اللي هيحصل بعد كده، بص معايا، يعني انا بقول في الاول بتقسمها زونز، مش عارف سنترال زون النيكروزس فات تشينج نورمال. طب بعد كده الموضوع مش الموضوع ما تعالجش، القلب بايظ والدنيا متنيله فوق في الهارت والليفر مش عارف يصرف الدم بتاعه،
هيبدأ يحصل مشكلة كبيرة جدا. ايه المشكلة دي؟ بص معايا كده، الليفر اهو معظم خلايا الكبد هتموت بالمنظر ده. طبعا هي كانت في الاول بس الايه السنترازوم بس، مش كده؟ بعد كده الموضوع هيمتد، يحصل ماسيف نكروزس فين؟ في الليفر، ماشي؟ ويبدا يحصل طوفان في الليفر كده من المجاري اللي ضربت فيه دي، من الفينز اللي ما بتصرفش الدم دي، ويحصل حاجه اسمها ماسيف نكروزس، ويفضل في الليفر بعض الخلايا السليمه اللي عايشه بالمنظر ده كده. طبعا هو حصل فيضان او يعني ماسيف نكروزس نتيجه المرض اللي حصل ده او الفينوس كونجيشن ده، فبدا يحصل هنا ايه بعض خلايا الكبد، معظم الخلايا ماتت، فضل شويه خلايا بس هي الايه اللي موجوده كده. طبعا خلايا الليفر لو تفتكروا في موضوع الريبير دي حاجه اسمها ستيبل سيلز. قال لك يعني ايه ستيبل سيلز؟ قال لك يعني دي خلايا لها مودريت باور اوف ريجينريشن، ما تتكاثرش غير لما بيحصل دامج. فتبدا خلايا الكبد السليمه اللي موجوده دي تبدا تحاول انها ترجع شكل الليفر نورمال تاني. قال لك بس انت عندك مشكله دلوقتي، لو انت عندك اللوبيول بالشكل ده كده، الهيكل بتاع اللوبيول موجود عادي والخلايا موجوده وبدات تنمو وتتكاثر، في فريم ورك هتنمو عليه اللي هو اللوبيول، بس هنا مفيش اي فريم ورك ولا بتاع، هنا حصل زلزال وكل الليفر اتكسر واتنام 60 نيله، في خلايا كده متبعتره في الليفر، فكل مجموعه خلايا بيحاولوا ايه يتكاثروا عشان يعملوا ايه اللي يكونوا لوبيول يعني، بس مفيش هيكل بينمو عليه، فبداوا يعملوا نوديولز بالشكل ده كده. شوف المنظر عامل ازاي. النوديول دي عباره عن ايه؟ اسمها ريجينريشن نوديولز من الليفر سيلز. هل في بقى لوبيولز وبتاع؟ لا مفيش لوبيولز. طب الحته اللي فاضله دي تتملى بايه؟ قال تتملى بالياف فايبروزس. بقى الليفر شكله غريب جدا، عباره عن نوديولز من الليفر سيلز اللي يعني بتحاول انها ايه تكون ليفر. طبعا الليفر اتدمر كده باظ خالص، عباره عن كلاكيع كده من الليفر سيلز وبينها فايبرس ايه فايبرس تيشو، ده بيسموه المنظر اللي حصل ده ليفر سيروزس. بس دي في حالات متقدمه جدا من المرض ده اللي هي السي في سي ده، ليفر ايه سيروزس. سؤال بقى، ايه اللي عمل ليفر سيروزس؟ اللي عمل ليفر سيروزس كان بدايه خالص كورونيك فينس كونجيشن. ايه اللي عمل الكورونيك فينس كونجيشن؟ مشكله في القلب، القلب بقى في يعني في الرايت سايد بتاع الهارت. ليه؟ ما انت عندك سواء اللنج او سواء الميترال فالف هيبوظ الرايت سايد بتاع الهارت، يعني المشكله في القلب يعني. يبقى مين اللي بوظ الليفر؟ الهارت. يبقى ايه سبب السيروزس؟ حاجه كاردياك، فبنسمي المشكله دي الليفر سيروزس اللي حصلت نتيجه الكورونيك فينس كونجيشن بنسميها كاردياك سيروزس. يعني ايه سيروز تاني؟ حصل ماسيف تشينج في الليفر، ماسيف دامج للليفر، وبعدين اتكون ريجينريشن نوديولز سيباريتد باي فايبرس ايه؟ باي فايبرس تيشو، ده بنسميه الليفر سيروز. بسمي السيروز باسم المسبب، مين اللي عمل الكلام ده؟ كورونيك فينس كونجيشن، مين اللي عمل السي في سي اللي هي قلب؟ فبنسميها كاردياك ايه؟ سيروزس. مش قصدي هنا ان في سيروزس في الهارت، لا طبعا الكلام ده كلام فارغ، سيروز دي كلمه تخص الليفر، اسمها ليفر ايه؟ ليفر سيروز. والحاله دي اسمها كاردياك سيروزس. يبقى الليفر في حاجتين يهموني، في الجرس وفي الميكروسكوب. في الجرس بنسميه نوت ميج ليفر، في الميكروسكوبك كاردياك سيروزس. بس خلي بالك دي في الحالات المتقدمه بس، منين؟ من المرض او في الحالات ادفانسد قوي. طب لو مشكله القلب اتعالجت قبل ما يحصل الكلام ده خلاص، الليفر ممكن لو اللوبيول لسه الفريم ورك بتاعها سليم زي الفل ترجع نورمال تاني، مفيش اي مشكله خالص، مش هتطور للمرحله السيئه جدا اللي هي الليفر ايه سيروزس دي. ده بالنسبه للايه للمشكله الثانيه بتاعه الليفر. احنا كده خدنا اللانج وده الايه وده الليفر. طب المشكله الثالثه بقى بتاعتنا، مشكله اللي هي الكدني. ايه اللي يحصل في الكدني؟ السي في سي في الكدني، جرس. الجرس عادي، يعني عادي الكدني بتبقى اللارجد، ماشي، هيفي، فيرم، دارك ريد، بس برضو في حاجه سبيسيفيك. ايه هي؟ بيقول لي دلوقتي الكدني لما تيجي تبص عليها كده اهي، تلاقي ان الكدني من جوه في المظله بتاع الكدني بتبقى داركر زان الايه زان الكورتكس اللي بره. بيقول لك ان في كونجيشن بيبقى ماركد في المظله عن الكورتكس. بيقول لك في الكلى تبقى عامله زي ايه؟ قال لك عامله زي البنجر. تعال بس الاول اوريكم الكلى عامله ازاي في السي في تي ده او في الكورونيك فينس كونجيشن. ادي المنظر بتاعها اهو، بص معايا كده، هنا دي الكورتكس بتاعت الكدني وهنا المظله، فبتحس انها من جوه اغمق. منين؟ اغمق من بره. التدريجه بتاع اللون دي بيقول لك عامله زي البنجر الاحمر، عامله او بيسموها بيت روت، البنجر الاحمر. تعال نفرق كده البيت روت ده عامل ازاي. بص المنظر، طبعا اللي فيكم بيشوف السلطه بتاع البنجر دي عامله ازاي، هو ده دي الثمره نفسها،
فتلاقي كده في تدريجه في اللون، في كده ايه طبقات حمراء غامقه وطبقات فاتحه وبتاع، فالكدني من بره بتقول انا فاتح ومن جوه احمر، ايه احمر غامق، عامله زي ثمره الايه البنجر الاحمر، او بيسموها في الحاله دي بيت، بيت روت كدني. بص معايا، فبنسميها هنا بيت روت كدني. ده بالنسبه للجروس. طب مايكروسكوبيكالي ايه اللي هنشوفه في الكدني؟ كل اللي احنا هنشوفه بالميكروسكوب حاجه بسيطه جدا، بيقول لك ان في congested blood vessels capillaries، وبعض الكابيلاريز بتحصل لها رابشر تعمل هيموريج، في فوكاي اوف هيموريج ماشي، وطبعا نتيجه الديستربنس في السيركوليشن البارينكيما بتاع الكدني فيها تيوبيولز، او الخلايا بتاعتها الاساسيه تيوبيولز بتاعتها ماشي، بدا يحصل خلل في التيوبيولز بتاعت الكدني، بيسموها هاي لاين ايه تشينج او ديجنريشن فين في التيوبيولز، هاي لاين نتيجه المشكله في ايه او الخلل في السيركوليشن ده ديجنريشن ان تيوبيولز. يعني مفيش هنا حاجات سبيسيفيك قوي بالميكروسكوب، بس يعني المنظر المميز جدا بالجروس اللي هي مين دي البيت روت كدني. طيب بالنسبه في برضه اورجان مهم شويه عايزين نتكلم عنه اللي هو سبلين. بص معايا ايه القصه بتاعته ده، نبص على السبلين الكرونيك فينوس كونجيشن في السبلين، برضه نفس الفكره السبلين بيبقى في الجروس اللارجد هيفي فيرم ناشف دارك ريد عامل زي الجبس كده، بيسموه كاست لايك ناشف زي الجبس بالظبط مش كلام، كاست لايك ايه سبلين ماشي. يبقى في عندنا براون انديوريشن دي في الرئه، نوت ميج ده في الليفر، بيت روت ده في الكليه في الكدني، كاست لايك سبلين ده فين، كاست لايك ده بالنسبه للايه للسبلين. يهمنا قوي في السبلين بقى موضوع الميكروسكوبيك فايندنج بتاعته، ايه الميكروسكوبيك فايندنج اوف سي في سي سبلين؟ بصوا معايا كده يا اخوان، اولا هو السبلين عامل ازاي؟ بصوا كده هنا اهو السبلين في حاجه اسمها بلاد ساينوسويدز تمام، وفي الليمفويد فوليكلز تمام، او بيسموها الريد بالب اللي هي البلاد ساينوسويدز، والوايت بالب اللي هي الليمفويد ايه الليمفويد فوليكلز. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ المشكله ان الدم محبوس في الاسبرين، فبتلاقي الساينوسويدز منفوخه، يبقى في دايليتد ساينوسويدز ماشي. لما بتتنفخ الساينوسويد تضغط على مين؟ على الفوليكلز، مش هو في ساينوسويد وفوليكل، نتيجه الضغط عليها يحصل في حاجه اسمها بريشر اتروفي، تضمر الفوليكل نتيجة الضغط بالساينوسويد الايه المنفوخة، الساينوسويد المنفوخة دي بيحصل في اتروفيد فوليكلز نتيجة الضغط عليها. طب بعض الساينوسويد بترابشر يعني تفرقع ماشي، منفوخة جدا يحصل هيمورج، areas of hemorrhage splenic hemorrhage. طب نتيجة الهيمورج اللي موجود ده ماشي بيطلع يحصل هيموليس في الار بي سيز، ويطلع الهيموجلوبين ويكون كده هيموسيدرين، فبقى عندنا بصوا هنا كده نقط سودا كده بنلم الهيموسيدرين ماشي. نتيجة النزيف اللي حصل ده الهيموسيدرين يتكون حواليه ألياف فايبروزس ماشي، مع فايبروزس بقى عندك هيموسيدرين وفايبروزس عملوا كلاكيع كده فين في قلب الليل السبلين، بيسموها فايبرو سيدروتك نوديولز، او ليه اسم كده جاندي جامنا نوديولز ماشي، جي اي ام ان اي مش اي جي اي ام ام اي مش جاما، لا جاندي اند جامنا نوديولز ماشي، اللي هي ايه جاندي جامنا نوديولز اللي هي الفايبر سيدروتك اي نوديولز. يبقى قصه ثانيه في الميكروسكوبيك فايندنج بتاع الاسبلين، واحد الساينوسويدز منفوخه بالدم دايليتد، ضغطت على مين؟ على الفوليكلز، اتروفي في الفوليكلز، بعد كده بعد الساينوسويد بترابشر ماشي بيطلع منها هيموريج نزيف في الاسبلين، الهيموريج ار بي سيز تتحلل تتكسر يطلع منها هيموجلوبين يكون هيموسيدرين مع شويه الياف، يعمل حاجه اسمها ايه هيموسيدرين مع الياف حواليه فايبروزس
فايبرو سيدروتيك نوديولز او جاندي جامنا ايه نوديولز. ده بالنسبه للميكروسكوبك فايندنج اللي بنشوفها فين في حالات السي في سي سبرين، ودي الاورجنز الرئيسيه سواء ليفر او كيدني او لانج او سبرين. واشكركم حسن استماعكم.